وينضم إلينا مراسلانا من مدينة شفا عمرو إيمان جبور ومن تل أبيب أحمد البوديري. أبدأ معك أحمد، كيف تسير الأمور لديك حتى الآن؟ نسبة التصويت بلغت لغاية الساعة الرابعة حسب لجنة الانتخابات المركزية 47%، هو رقم إلى حد ما كبير غير متوقع، زيادة عن الانتخابات الماضية التي أجريت في الخريف، نتحدث عن 2.7%، وهذه الزيادة لربما سوف تكون تصاعدية خلال الساعات القادمة، علما أن التصويت في الليل هو أعلى بالعادة من التصويت في ساعات النهار بعد أن يعود الإسرائيليون إلى منازلهم وإلى أحيائهم بعد أن أمضوا يوم إجازة في إسرائيل. ولكن هذه الانتخابات وإن كان عنوانها هي بنيامين نتنياهو وبني غانتس وهو بنيامين غانتس، ولكن لربما هذا الرجل الذي من خلفه هو الذي سوف يحسم كل المستقبل للسياسة الإسرائيلية، إنه فيكتور ليبرمان الذي لغاية الآن هو الذي يمسك بزمام الأمور في إسرائيل. حسب استطلاعات الرأي فإن لا بني غانتس ولا بنيامين نتنياهو سوف يستطيعون تشكيل ائتلاف حكومي إلا وهذا الرجل معهم، ومن يميل له فسوف يكون رئيس الوزراء القادم، إلا إذا اختار بنيامين نتنياهو أن يغادر الحياة السياسية تماماً، عندها يمكن تشكيل ائتلاف حكومي بين الحزبين الكبيرين أزرق أبيض والليكود. ولكن على مستوى السياسي والتصريحات السياسية التي سمعناها خلال هذا اليوم، نحن نتحدث عن عملية دعائية انتخابية قاسية جدا، قوية جدا، نشيطة جدا. بيني غانتس لم يغادر الشوارع والميادين، بنيامين نتنياهو لم يترك الفيسبوك وهو يقوم بتسجيل تلك الفيديوهات، ولكن أيضا المباشر والالتقاء مع الإسرائيليين واستخدام مكبرات الصوت، مراكز حزب الليكود في امتداد دولة إسرائيل ينشغلون الآن في إخراج الإسرائيليين للتصويت. الخشية هي بأن العلمانيين في إسرائيل أو الأقل اهتماما بالسياسة الإسرائيلية نسبة تصويتهم سوف تكون أقل مقارنة بشريحتين، وهي شريحة الفلسطينيين في الداخل وشريحة اليهود المتدينين الذين على الأغلب سوف يحافظون على نفس نسبة التصويت أو رفعها مقابل أن يكون هنالك انخفاض. هذا الانخفاض عند العلمانيين سوف يدفع ثمنه بني غانتس الذي لربما سوف يخرج خاسرا لمقعد أو مقعدين من هنا وهناك، ولكن طيب. الخريطة السياسية لم تتغير منذ الخريف الماضي. ابقى معنا أحمد، نتحول إليك إيمان جبور من شفا عمرو. يعني في البداية حدثينا عن كيف تتعاطى شفا عمرو بسكانها مع هذه الانتخابات، إلى أي تتجه الكتلة التصويتية العربية؟ شفا عمرو طبعا من المدن التي يسكنها عرب 48. نعم، هي تقريبا ثالث أكبر مدينة في الداخل الفلسطيني، وهذه المرة اختارت القائمة المشتركة أن يكون مقرها الأساس هنا في مدينة شفا عمرو التي افتتحت طبعا منذ الصباح الباكر كباقي المدن بالداخل الفلسطيني مراكز الاقتراع. لم تزل القائمة المشتركة نواب القائمة المشتركة يعملون في الميدان يحثون الناس على الخروج للتصويت، وحين نتحدث عن نسبة التصويت لدى الفلسطينيين في إسرائيل فتبلغ الفجوة بينهم وبين النسبة العامة للتصويت تقريبا 7 أو 8%، لكن مقارنة، ونحن غطينا طبعا الانتخابات الماضية التي جرت في سبتمبر، مقارنة مع الانتخابات الأخيرة هنالك فرق كبير في تصويت العرب، الكثير منهم خرجوا اليوم للإدلاء بأصواتهم، ومتوقع بأن 90% من الفلسطينيين الذين صوتوا اليوم عمليا أعطوا أصواتهم للقائمة المشتركة. هذا التهافت على صناديق الاقتراع سواء في المجتمع العربي أم في المجتمع اليهودي يدل بأن الناخب الإسرائيلي لا يريد انتخابات رابعة، هو يعلم بأن هذه انتخابات مصيرية، وبالتالي كل قطاع في إسرائيل يحاول أن يخرج أكثر عدد من الناخبين لحسم الصورة، لحسم المعركة الانتخابية. القائمة المشتركة هذه المرة تصرفت بذكاء، وضعت نصب أعينها العدد 16 مقعد، وعملت منذ ذلك الحين على زيادة التصويت وعلى دعاية انتخابية واسعة خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لحث العرب على الخروج للتصويت. ويمكن القول هذه المرة بأن القائمة المشتركة نجحت بتغيير وجهة نظر العرب الفلسطينيين بالداخل نحو الانتخابات للكنيست الإسرائيلي، خاصة عبر المظاهرات الواسعة
الواسعة التي أقامتها لمحاربة العنف في المدن العربية، واتهام توجيه إصبع الاتهام للحكومة الإسرائيلية ولبنيامين نتنياهو بأنهم لم يعملوا على حل مشكلة العنف في الوسط العربي وانتشار السلاح غير المرخص في المدن والقرى العربية، وأغلقوا أكبر الشوارع في إسرائيل يسمى شارع رقم 6، وأيضا أقاموا مظاهرات كبيرة، وبهذا عززوا الشعور لدى الناخب العربي بأن صوته له قيمة وبأن قوته قد تكون مؤثرة في المجتمع الإسرائيلي وأيضا في السياسات الإسرائيلية. إيمان جبور من مدينة شفا عمر وأحمد البوديري من تل أبيب، شكرا لكما.